أهلا وسهلا بالمتابعين الأوفياء من كل مكان في هذا العالم، معكم ياسين وأنتم تشاهدون سلسلة تعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين من الصفر للاحتراف. إذا كنت مهتم بتعلم اللغة الإسبانية أو تريد تطوير مستواك في اللغة فاشترك في القناة وفعل الجرس ولا تبخل علينا بلايك للفيديو. في هذه الحلقة ستتعلم ضمائر الملكية Los pronombres posesivos مع أسماء أفراد العائلة والكثير من الحوارات اليومية التي ستساعدك على استخدام ما ستتعلمه. لكن قبل أن نبدأ درسنا اليوم أريد أن أعلن لكم أسماء الفائزين الذين قد أجابوا على الواجب المنزلي الذي تركته لكم في الحلقة السابقة الذي كان عبارة عن ترجمة هذه الجمل الأربعة. الجملة الأولى: سارة إز دي مارويكوس أو دي إسبانيا؟ الجواب: هل سارة من المغرب أم من إسبانيا؟ الجملة الثانية: جو سوي ياسين إسوي ماروكي؟ الجواب: أنا ياسين وأنا مغربي. الجملة الثالثة: إستا إس سارة إي إستي إس إسبانيول؟ الجواب: هذه سارة وهذا إسباني. الجملة الرابعة: سي أبلا عربي بيرو نو إس ماروكي؟ يتكلم العربية لكن ليس مغربي. وهؤلاء هم الأشخاص الذين قد أجابوا إجابة صحيحة أو أقرب إلى الصحيحة. في الحلقة السابقة درسنا الضمائر الشخصية والتي هي جو تو إل إيا أستاد نوسوتروس نوسوتراس بوسوتروس بوسوتراس إيوس إياس إي أستاديس. أما ضمائر الملكية فهي على الشكل التالي وتستخدم بموازاة مع الضمائر الشخصية: مي تأتي مع جو، مثلا مي نومبري مي نومبري اسمي، أو مي فوتو مي فوتو صورتي. تو تأتي مع تو، لكن هذه بدون تلدي وهذه مع تلدي. مثلا تو نومبري اسمك أو اسمك، تو فوتو صورتك أو صورتك. سو تأتي مع إل إيا أستاد، مثلا سو نومبري أو سو فوتو مع إل سنقول اسمه أو صورته، مع إيا سنقول اسمها أو صورتها، مع أستاد سنقول اسمك أو اسمك، صورتك أو صورتك. لكن كما قلنا نستخدم أستاد مع الأشخاص الذين نحترمهم أو في الأماكن الرسمية، يعني أن مي تو سو تستخدم مع كلا الجنسين، فلا يهم إذا كان مذكر أو مؤنث، لأن مي نومبري كلمة مذكرة أما مي فوتو كلمة مؤنثة، مع ذلك استخدمنا معهما نفس الضمير. نويسترو تأتي مع نوسوتروس، مثلا نويسترو نومبري يعني مع الجمع المذكر. نويسترا تأتي مع نوسوتراس، مثلا نويسترا فوتو صورتنا يعني مع الجمع المؤنث. شاهد معي هذا المثال: Buenos días ياسين. Mira, este es mi amigo y este es su padre. Buenos días ياسين. Mira, este es mi amigo y este es su padre. صباح الخير ياسين، انظر، هذا صديقي وهذا أباه. لم أقل أكون ويكون لأن في اللغة العربية لا داعي لذكر ذلك، لكن في اللغة الإسبانية قلنا إس والتي هي من أصل الفعل سير في الضمير هو أو هي كما ذكرنا في الحلقة السابقة. بعد تعرفنا على ضمائر الملكية دعونا نمر للتعرف على أسماء أفراد العائلة، ومن ثم نقوم بالتدرب على حوارات يومية نمزج فيهما ما تعلمناه. طبعا اليوم لن نتعرف على جميع أفراد العائلة، لكن سنتعرف على أهم أفراد العائلة التي يجب عليك معرفتهم، وهي كالتالي: الجد el abuelo، الجدة la abuela، الأب el padre، الأم la madre، العم والخال el tío. لاحظ في اللغة الإسبانية لا يوجد فرق بين العم أو الخال، العمة والخالة la tía، نفس الأمر، فلا يوجد فرق بين العمة والخالة. الإبن el hijo، الإبنة la hija، الأخ el hermano، الأخت لا إرمانا، الحفيد إل نيتو، الحفيدة
لانيتا، ابن العم والعمة أو الخال والخالة إل بريمو. هنا أيضا لا يوجد فرق بين ابن عمك أو ابن خالك، كذلك بالنسبة لابنة عمك أو خالك نقول لا بريما. ابن الأخ أو الأخت إل سوبرينو، ابنة الأخ أو الأخت لا سوبرينا. بعد تعرفنا على أسماء أفراد العائلة وضمائر الملكية، في هذا الفيديو سيكون لنا واجبان منزليان وليس واجب واحد كما في الفيديو السابق. طبعا كل من ستكون إجابته صحيحة 100% سأعلن أسماءهم في الدرس القادم. الواجب الأول، قم بإكمال هذه الجملة بالطريقة الصحيحة، مثلا لا مادري دي مي بادري اس مي أبويلا. لا مادري دي مي بادري اسمي أبويلا، أم أبي هي جدتي. الجملة الأولى، لا إيخا دي مي مادري إس. الجملة الثانية، إل إرمانو دي نويسترا مادري إس. الجملة الثالثة، لا موخير دي مي بادري إس. الجملة الرابعة، إل إيخو دي تو إيخو إس. الجملة الأخيرة، El hermano de nuestra madre es. ننتقل للفقرة الموالية. الفعل tener في الإسبانية هو فعل الملكية، مثلا tengo un hijo تعني أملك ابن أو لدي ابن أو عندي ابن، وهو على الشكل التالي: yo tengo أنا أملك، tú tienes أنت تملك، él tiene هو يملك، ella tiene هي تملك، usted tiene أنت تملك بشكل رسمي، nosotros tenemos نحن نملك، nosotras tenemos نحن نملكنا، vosotros tenéis أنتم تملكون، vosotras tenéis أنتن تملكنا، ellos tienen هم يملكون، ellas tienen هن يملكنا، ustedes tienen أنتم تملكون أنتن تملكنا بشكل رسمي. في الحلقات القادمة سأختصر على نفسي وعليكم هذه الضمائر بحيث ستصبح على الشكل التالي: جو تو إل إيا أستاذ، تصبح كلها في خانة واحدة لأنها لها نفس الاستخدام في الإسبانية، نوسوتروس وبين قوسين أس يعني نوسوتراس، إي بوسوتروس بين قوسين أس يعني بوسوتراس، إي إيوس إياس أستاذس في خانة واحدة كذلك. مي إرمانا تعني أختي، ولأقول أخواتي تصبح ميس إرماناس، ميس إرماناس. تو إرمانو توس إرمانوس، توس إرمانوس. سو إخو تصبح سوس إخوس، سوس إخوس. نويسترو بادري تصبح nuestros padres، nuestros padres. nuestra tía تصبح nuestras tías، nuestras tías. vuestro primo تصبح vuestros primos، vuestros primos. دعونا نقوم بتمرين بسيط لمراجعة ما درسناه للتو. tengo un hermano marroquí، tengo un hermano marroquí. لدي أخ مغربي. Mi hermano es marroquí. Mi hermano es marroquí. Ají magribí. Yacine tiene dos hermanos pequeños. Yacine tiene dos hermanos pequeños. Sus hermanos son pequeños. Sus hermanos son pequeños. Nuestra tía es española. Nuestra tía es española. Tenemos una tía española. Tenemos una tía española. ننتقل إلى الواجب المنزلي الثاني. قم بترجمة هذا النص إلى اللغة العربية واكتبه في خانة التعليق مع الواجب المنزلي الأول. Tengo un tío alto y moreno, pero su mujer es bastante baja. Sus hijos son bajos también, como su madre, y morenos como su padre. Ese primo tiene pelo muy largo y rubio, pero su hermana tiene pelo negro y corto.
ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي الحوارات اليومية. كومو تياماس؟ ميامو ياسين إيتو؟ سوي لاورا دي إسبانيا. دي دوندي إيرس تو؟ سوي دي كازابلانكا. آه إيرس ماروكي؟ سي pero mi padre es español. ¿Y cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Juan. ¿Qué tal tu familia? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, un poco cansado, la verdad. ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano y dos hermanas. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Adam. ¿Y tú, tienes hermanos? Yo no tengo ninguno, pero tengo un hijo y una hija. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mi hija se llama Sara y mi hijo se llama Adam. Y ya hemos terminado por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.